وإذا تجاوزها ممكن يرجع يضرب 18 60 مرة ثانية وتشوفه خبال. لذلك بكره انت ركز ال 17 60 كأهم مقاوماتك، لو تمركزت فوق ال 80 واخترقت ال 17 ريال أثناء الجلسة. طيب يا أبو محمود، جني أرباح العبد اللطيف كسر القمة، نو بروبلم، معناه راجع اختبر ايش؟ اختبر الترند المخترق. أين اختبار الترند المخترق؟ قريب ال 16 40 16 ونص، بينك وبينها 40 هللة إلى 30 هللة، وهذه منطقة دخول للي يبغى يدخل العبد اللطيف عند الاختبار. سهمكم أساسا هو في اتجاه صاعد فرعي داخل هذه القناة الصاعدة، ولا راح ينكسر هذا المسار الآن إلا بكسر، إلا بكسر لا سمح الله منطقة اختبار زي 16-40 مثلا. فأنتوا دائما هنا عينكم على المنطقة دي. حتى اللي يبغى يدخل بكرة مع الافتتاح الله يحييه، زي لما أمس تكلمنا على أهل تكافل، تتذكر يا أبو عمان ترى السهم قفل عند أن بكرة الأهل تكافل اللي حيرتد، وانتبهوا لأربعين ونص وضرب الأربعين ونص الأهل تكافل. برضو العبد اللطيف بكرة اللي يبغى يدخل يدخل يحط كمية، وإذا نزل لل 16-40 يشيل الكمية الثانية، والعبد اللطيف دخول مرة ثانية. ما دام هذا الجني اللي حصل معناه الحق العبد اللطيف لا يلف الطارة ويرجع مرة ثانية. سهم ممتاز فنيا. هذا على الفريم اليوم الشغل، لكن خلونا نلقي نظرة من بعد. يا جماعة العبد اللطيف من جد يا لطيف شركة مظلومة تاريخيا إلى الآن، والظروف اللي مرت فيها ما حنتكلم فيها. شركة قيمتها الدفترية قريب كم؟ 14 ريال، يعني بلاش سعر السهم بالنسبة لقيمة الدفترية. لكن خليني أوريكم هذا الشارت الاستراتيجي. تأملوا في هذه القناة الهابطة، تأملوا في هذه القناة الهابطة التاريخية، وشوفوا العبد اللطيف ماذا قال لكم. طبعا أنا لي قصة حصلت مع العبد اللطيف قبل أزمة كورونا. أنا من الناس اللي تعلقت في العبد اللطيف تعليقة محترمة، لأني دخلت على اقتحام القناة في المنطقة دي، وتأملت إني رايح بحول الله إلى مناطق ال 15 واحتمال نختبر هذا القاع حق 2015، وجاءت أزمة كورونا وسحبنا الأفندي زي ما أنتم شايفين السحبة اللي هي، ولكن ربي سبحانه وتعالى أكرمني وقتها لما وصل 10 ريال و9 ريال إني أقارن بترو رابغ، وكان بترو رابغ عند 11 ريال فبدلت، وعوضني بترو رابغ بسرعة بعد أزمة كورونا بسبب إني بدلته. قلت له يا معفن يا العبد اللطيف، معليش اسمعوني اسمعوا القصة دي، يا معفن أنا دخلتك لأنك أنت لك 3 سنين ما أنت قادر تطلع فوق القناة المكسورة دي، وهذه سبب نكبتك. يوم دخلت واخترقت القناة ليش يا ندي تنزل؟ طبعا هو إيش قال لي؟ قال لي يا أبو محمود، يا أبو محمود وقفت علي أنا، ما كل السوق انضرب من سابك للراجح كذا، يعني أنا كنت أبغى أطلع وأبغى أطلع بس يا أخي ظروف كورونا، معليه سامحني. قلت له مع السلامة، إن كنت في يوم من الأيام أبغى أفكر فيك فلازم يا مجرم ترجع تطلع فوق القناة مرة ثانية. بالمناسبة رجع العبد اللطيف وطلع فوق القناة واخترق المتوسط، ومع ذلك الله شاغلني في أسهم أحسن منه، والحمد لله أني شغلت في اللي أحسن منه زي الخليج والمتطورة، وكانوا الخاص والجبس وغيرها من الطقة دي. وهذا الأفندي صحيح اخترق وطلع وأنهى ودخلنا في المرحلة دي وماشي بأمان الله إلى الآن، يعتبر شارته ممتاز وحلو. لكن تعالوا شوفوا ماذا تعني لنا استراتيجيا منطقة الـ 18-50 بعد تخطينا
لقاء 2015، هذا الخط الاستراتيجي 15 30 اللي هو هنا. اليوم العبد اللطيف يقرا عن 16 82. دائما يا حبايبي هو في اتجاه صاعد استراتيجيا. خليني الان شويه ارجع امسح عشان تبان الامور من بعيد بشكل اوضح. حتى في بوداء بدي امسحه مبدئيا، والترند ده ابغى امسحه، والترند ده ابغى امسحه. الان لو تلاحظوا الان العبد اللطيف لو كنا بننظر له بهذا الشكل انه فوق متوسط الخمسين، وهذا شيء طيب، عاد فوق القناة الهابطة الرئيسية اللي تعبته كان كاسرها 3 سنين من 2016. يعني العبد اللطيف يا أخوان يقول لكم ترى نظرتي المستقبلية غير خابرينها من 3 سنين، أنا سهم واعد قادم، ولكن تعالوا شوفوا فين تكمن قوتي في المستقبل أكثر. لاحظوا العبد اللطيف هو الآن دائما فوق 15 30 للاستراتيجي، ممتاز، لكن لاحظوا أين تكمن قوته في الفترة القادمة ويكون في شمن كحلي. نحن بإمكاننا الآن أن نستعين بعد الله عز وجل بنسب الفيبو من عام 2008 أول قمة، ونشوف ما إيش يعطينا أرقام تساعدنا لتحديد هدف في حال اختراق منتصف القناة وسقف القناة الفرعي. شوفوا الأهداف فين يا شباب في العبد اللطيف، إن شاء الله قريب 25، وهي جاية متطابقة مع قيعان 2011، وجاية قريبة من متوسط المية على الشهر. فاللي يبغى يعرف أهداف العبد اللطيف مبدئياً إذا دخل في الشمن كحلي هي ما بين 23.60 إلى قريب 25 ريال، يعني في هذه المنطقة مبدئيا. طيب كيف نروحها يا أبو محمود؟ كيف تروحها؟ أقتحم المناطق اللي ضربتها الأيام اليومين دي، أقتحم سقف القناة وأقتحم 18.65. فين الهدف يا شباب ضمن نظرية 3.57؟ ما هو 23؟ شوفوا النظرية كيف محترمة. أساساً الشارت يقول لك لو أنت معدي سقف القناة ومعدي منتصف القناة، شفتوا إيش حصل هنا لما اخترق القناة اللي تحت؟ حيتكرر نفس السيناريو وحيولي على عبد اللطيف إذا اقتحم ال 18.65 وقفل فوقها، يعني حيروح بالشكل هذا، وإن شاء الله حتشوفها مع الأيام. ولو هدى عبد اللطيف اليومين دي وخرب الفيلم، يعني كثر 16.40 منطقة الاختبار، وجاني واحد قال أبو محمود أنا تعلقت الأفندي طلع ندي بربسها على اليومي، قل له شرنم على الاستراتيجي ما دمت فوق 15.30، أنت في ترند صاعد فرعي وفي مناطق تعتبر ما زالت أبعادها ممكن تأخذك إلى 25 ريال. طيب قاع كورونا قلنا كم؟ 18، وقمة اللي نزل منها في 2008 نظبطها كده مظبوط 80 ريال. حلو الكلام. ايش نسوي الان؟ ما الرقم حق الفيبو ما يخدمنا هنا، 25 بعيد. طيب ناخذ 2014 قمة موج ونسحب الفيبو إلينا القاع. الله أكبر، تاريخ المنطقة اللي نحن ضاربينها وواصلين عندها على الفيبو من قمة 2014 اللي هي كانت تقريبا تعادل 51.5،
51 50 الى قاع 8 10 يوريك انه العبد اللطيف ما قصر، استطاع ضرب 18 34 بس ما قدر يعديها ويقفل فوقها فجنى ارباح. يعني العبد اللطيف جنى ارباحه من احلى نقطه جني منذ ان عاد وتمركز في شهر يناير فوق 15 30. شوف تجاوز القمه 16 اللي قلنا عليها 80 وكشف الهدف ده وحققه العبد اللطيف. عشان يبدا شمنك حلي جديد يعني انت لازم تقتحم المنطقه دي، لذلك دائما حتتعامل مع هذا المستوى لانه مقاوم مضاربي الايام دي في حاله عوده العبد اللطيف. طيب ايش باقي دحين؟ ايش باقي لنا دحين؟ ما باقي لنا شيء. انكشف العبد اللطيف بالنسبه لكم ولا ما هو مكشوف؟ مكشوف مضاربيا ومكشوف استراتيجيا. وانا من الناس المتفائلين، اذا ربي اكرمنا والسوق ماشي ها العبد اللطيف لن يكتفي بهذه الاهداف، سيحاول الصعود لاختبار هذه القيعان، وحتكون هذه مناطق ال 25 هي المستهدفه على المدى المتوسط مع متوسط المية ما دمنا فوق 15 30